لذلك احنا لهذا اليوم حابين انه نناقش الموضوع بشكل اكبر. راح يكون معنا الدكتور حيدر عبد الزهرة اللي راح نتحدث وياه بشكل موسع عن هذا الموضوع، وهو استاذ في اللغه العربيه وباحث اجتماعي ايضا. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا بك. صباح الخير والعافية على حضرتك وعلى كل مشاهدي قناة دجل الكريمة. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية حابين نتعمق أكثر بهذا الموضوع، إذا نشوف عزوف عن استخدام اللغة العربية الصحيحة خلينا نقول، وميلان الناس للغة الإنجليزية بالذات بما يخص المراحل الأساسية. إذا نشوف الأهالي لما يروحون يسجلون أطفالهم بمدرسة، أهم شيء يأخذوا في عين الاعتبار إنه هذه المدرسة تعلم اللغة الإنجليزية من مراحل بدائية. شنو السبب بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد ترحيبي بحضرتك وأجدد تحيتي إلى كل مشاهدي قناة دجلة العزيزة. أبارك للمحبي اللغة العربية وأساتيذها وحراسها. هذا الحصاد الذي جاء نتيجة لاستطلاع أو رأي صنعته مؤسسة لسان للذكاء الاصطناعي، حيث جاء العراق في المرتبة الأولى من بين 19 دولة. نعم. وهذا حقيقة شيء يعني نفخر به، انتمائنا إلى العربية والعرب والانتمائنا إلى لغة القرآن الكريم. وفي الوقت ذاته يحفزنا إلى أن نعيد النظر في تعاملنا وتعاطينا مع لغتنا التي تشكل من أهم وأبرز مكونات هويتنا التي يجب أن نحترمها وننتمي إليها ولا نسيء لها. مع ذلك أيضا ضروري جدا أن نراعي كل الإشكاليات وكل العقبات التي تعاني من استعمال هذه اللغة وكل المشاكل التي تواجهنا اليوم كعرب ومتحدثين باللغة العربية. وحضرتك تشيرين إلى إشكالية مهمة من بين هذه الإشكاليات، هو اليوم الرواج والاهتمام والعناية اليوم بلغات أجنبية على حساب اللغة العربية، وكأنما أصبح اليوم الناطق باللغة الإنجليزية يعني يثنى عليه ويمتدح ويكون مزية كبيرة له، وهذا شيء حسن. يعني حتى احنا في ثقافتنا الإسلامية والدينية يقول يعني تحفز على الاهتمام بتعلم اللغات، لكن الإشكالية هنا أن يكون تعلم اللغات على حساب الإساءة إلى لغتنا الأم الأصلية. كل لغات العالم تتعلم لغات أخرى، لكنها ابتداء تحسن وتتقن وتجيد استعمال لغتها الأم وتتعاطى باحترام كبير مع لغتها الأم، ولا تقبل أن تتحدث في مجالسها الرسمية بغير لغتها الأم، ولا تتعاطى في كتبها الرسمية إلا مع كتبها الأم، ولا تقبل بالإساءة أو الخطأ أو اللحن أو تفادي أي إشكال في لغتها الأم. للأسف ما نعانيه اليوم نحن ليس أنه اهتمامنا باللغات الأجنبية سيء، بالعكس هذا شيء جيد ومثمر. ما نعانيه أننا لا نبدأ من لغتنا الأم. يعني اليوم حسن من يتعلم لغة أخرى ويتكلم بها في الشارع، لكن لا يعاتب ولا يلام من يسيء استخدام اللغة العربية أو من يلحن في نطق اللغة العربية أو لا يجيد تعلم اللغة العربية. وكأنما أصبح الرواج والثقافة والسعة العلم والتطور وكبر الشخصية أن الإنسان لا يتحدث بلغته الأم ويتحدث بلغات أخرى. لذلك تجدين اليوم السياسي، المثقف، الإعلامي، المتكلم وحتى المتخصص باللغة العربية اليوم يجد من الفخر والزهو أنه لا يتكلم بلغته أمام الجمهور وأمام الإعلام، إنما يحاول أن يتصيد جملة من هنا ولغة مترجمة من هنا ومصطلح إنجليزي ومصطلح من غير لغة ويحسب كأنما له مزية. نعم. هذا الشيء حقيقة له عوامل وأسباب كثيرة، يعني قد لا يسع المجال أن نتحدث عنها بكل تفاصيلها، لكن العامل الأساس والأكبر هو الهيمنة السياسية. واليوم تراجع الوضع العربي، وأن العرب اليوم ليسوا صناع العلم ولا صناع الثقافة ولا صناع الإنتاج والمواد الإلكترونية وكل العلوم، لأننا أصبحنا نستورد العلوم، ولأن هنالك هيمنة سياسية من الغرب على العالم بأسره. الوطن العربي والعرب بكل أماكنهم اليوم أصبحوا تابعين لهؤلاء، لذلك أصبحنا نستورد كل شيء، وهذا يجعلنا غير قادرين على أن نصدر لغتنا، لأننا لا نصدر شيء للعالم، إننا نستورد كل شيء منهم. يجب أن نتذكر أننا في زمن من الأزمان كنا يعني نصدر العلم للعالم، وكانت هذه اللغة استطاعت أن تستوعب كل العلوم في عصورنا القديمة. لكن اليوم نتيجة لهيمنة الغرب علينا ولتراجعنا ولشعورنا بالتبعية لهؤلاء أصبحنا نشعر أو
نتهم اللغة العربية بأنها غير قادرة على استيعاب العلوم وغير مؤهلة للاستعمال في الأوساط العلمية والثقافات بصورة عامة. نعم، طيب دكتور، اليوم حتى نعزز هذا الموضوع، يعني احنا مجرد انه العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استخداما او لسلامة اللغة العربية، هذا نقدر نعتبره انجاز لنا، لكن اليوم حتى نوعي الأهل بالنسبة للجيل القادم، بالذات الناس اللي دائما يتجهوا لي التركيز على اللغة الإنجليزية على حساب اللغة العربية، اليوم شنو الرسالة اللي نقدمها للأهالي اللي يتابعونا من خلال صباح دجلة؟ طبعا ابتداء هو إنجاز للغة العراقية، حقيقة أكو بعض المزايا التي أهلتنا لنشغل هذا المركز. نعم، هي نابعة من أساس اللغة، وبعض هذه الأمور لا ناتجة من عملنا وجودة المناهج والاهتمام بالدراسات اللغوية والقرآنية في هذا البلد طبعاً. المبارك بصورة عامة، وهذا شيء لا ينكر، وهنالك حرص كبير من أطراف متعددة في عراقنا الحبيب، سواء كان مثلا في المجمع العلمي العراقي، اللجنة العليا لسلامة اللغة العربية، الجامعات والكليات التي تعنى باللغة، المدارس القرآنية والحركة القرآنية التي يشهدها العراق ما بعد 2003 إلى الآن، والاهتمام بقواعد التلاوة والتجويد، هذه كلها كان لها أثر كبير. هنالك عدد كبير من المثقفين من محبين اللغة العربية والشعر، ولهم ذائقة في أسهموا في ترويج يعني والدفاع، ويمتلكون حرص كبير على هذا الموضوع، وحاولوا أن يعني يدفعوا بالعربية إلى الأمام ويرفعوا من قيمتها ومقدارها، ويعملوا كل ما يمكن عمله لخدمة هذه اللغة ولترويجها في مجتمعنا. ولكن أيضا هنالك أمور أساسية يعني نابعة من هذه اللغة. اليوم إحنا اللغة اللهجة العراقية تعد الأقرب من بين لهجات العرب من العربية الفصحى. هنالك عدد كبير من المخارج اللي ننطقها في الحروف قريبة من الفصحى. هنالك أساس وجذور لعلماء العربية في هذا البلد العزيز. هنالك عدد كبير من محبي اللغة العربية إلى الآن في هذا البلد. كل هذه الأمور أهلتنا لأن نكون هذا نشغل هذا المنصب ونأخذ هذه الميزة على الآخرين. لكن اليوم يعني هذا الشيء ربما يدفعنا إلى أن يعني نجدد اهتمامنا باللغة ونزيد عنايتنا باللغة، نوصي الأهالي، نوصي الجامعات أن تعيد النظر في المناهج لتحولها إلى مناهج توظيفية تستطيع أن تخدم متعلم اللغة أن يتحدث باللغة العربية الفصحى، نوصي الجهات الإعلامية إلى بذل عناية أكبر باللغة العربية، نوصي المستخدمين للغة العربية بأن لا يتهيبوا من استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حديثهم اليومي وفي تواصلهم في تآليفهم في كل هذه الأمور. نوصي عوائلنا الكريمة أن تجدد العناية بهذه اللغة، وأن تكون يعني اهتمامهم بتعلم العربية يشاطر اهتمامهم بتعلم لغة أجنبية كبرى، لأنها جزء كبير كما ذكرت في حديثي بداية أنها جزء كبير من هويتنا بصفتنا عرب وبصفتنا مسلمين، لابد أن ننتمي لهذه اللغة وأن نحسن التعاطي معها. نوصي دولتنا العزيزة، هنالك يعني يجب أن تكون هنالك عناية كبيرة بلغتنا الأساسية. اليوم نحن نزور عدد كبير من البلدان في مجالسهم الرسمية لا يتحدثون إلا بلغتهم الأم، ويحترمون اللغة الألمانية تحترم لغتها، اللغة الفارسية يحترمون لغتهم، كل اللغات تحترم لغاتهم. فاليوم يجب أن يكون هنالك قرارات تهتم بهذه اللغة وتحترم خصوصيتها في بلدنا العزيز. كل حراس العربية من تدريسيين ومن باحثين ومن علماء في هذا البلد العزيز يجب أن يسلطوا كل عنايتهم لكيفية تصدير اللغة العربية، وكيفية أن لا نجعل العامية مع جل احترامنا هي البديل عن اللغة العربية، أن لا نسمح بالإساءة إلى اللغة العربية في توظيفها الخاطئ واستعمالها المخطوط واستعمال ألفاظ لا تقترب من قواعدها وما تقترب مصطلحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حديثنا. أن تكون هنالك دورات مكثفة وكبيرة للإعلاميين الأعزاء من إخواننا الذين يظهرون على شاشات التلفزيون في برامج الاجتماعية والسياسية والعلمية، أن يتحدثوا باللغة العربية وأن يصونوا لسانهم عن اللحن والخطأ في كل هذه التفاصيل. إذا استطعنا أن نصنع كل هذه الأمور سنخدم العربية، وخدمة العربية خدمة لأنفسنا، لأنها عنصر رئيس وأساسي من هويتنا التي يجب أن نحترمها وننتمي إليها. نعم دكتور، صحيح. طيب اليوم حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا وهي مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ما دور مواقع التواصل الاجتماعي سواء بتعزيز موضوع استخدامنا للغة العربية أو حتى الابتعاد عنها؟
احنا اليوم حقيقه اكو يعني هنالك عدد كبير من الظواهر، المختصون يتابعون ويشخصون، لكن للاسف الشديد احنا اكثر يعني ابحاثنا اوراقنا التي نشخص فيها الاخطاء ونشخص فيها الاشكاليات لا تكون متوجه باجراءات يعني تطبيقيه قادره على ان تغير الواقع الذي نشخص خطأ. اليوم نحن نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبة يعني هذا شيء غير مختص بالعربية فقط، حتى في لغات الأخرى أكو شيء اسمه لغة الكتابة أو لغة التواصل، تستعمله كثير من اللغات للاختصار لكذا. هذا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نجد أن هنالك نزوح كبير من العربية إلى اللغة العامية أو إلى لغات أخرى، أصبحنا نختلق مصطلحات، أصبحنا نسيء إلى العربية، أصبحنا نستخدم العامية بشكل كبير حتى في مخاطباتنا الرسمية، فهذه أخطاء مشخصة. اليوم حتى يستطيع المختصون معالجة هذا الموضوع وبالعكس استثماره لتمرير العربية والترويج إلها، ممكن أن تكون هذه المواقع هي منصة لتعليم العربية، منصة للتحدث باللغة العربية، وتكون ساحة ميران للمتحدثين بالعربية أن يتحدثوا بالعربية. لا نستحي أن نكتب بالعربية الفصحى، لا نستحي أن نعلق بالعربية الفصحى، لا نستطيع أن ننشر بعض الآليات حتى يعني الأفكار المختصرة البسيطة يعني بين حقبة وحقبة، بين مدة ومدة ننزل فد فكرة من اللغة العربية، بيت من الشعر مثلا يحمل فكرة جميلة، قاعدة من العربية ممكن أن تتعلم، خطاب وتمرين، مسابقة، أحجوجة في اللغة العربية. نعم. أنا أجد بعض المختصين من أساتيذنا الأعزاء، من أخواننا، من زملائنا يصنعون هذا، لكن نتمنى أن تتسع الدائرة وتكون أكبر لنستثمر هذه المواقع لتعليم العربية ومحاربة من يريد الإساءة إليها. نعم صحيح. طيب دكتور، شنو الكلمة الأخيرة اللي حاب توجهها من خلال برنامج صباح دجلة بهذه المناسبة، وأيضا شنو التوصيات اللي تنطيها لكل من يتابعنا؟ يعني أنا مو كلش كان واضح السؤال، لكن إذا كلمة أخيرة يعني نعم. آمل أنه نعتز بلغتنا لأنها جزء من هويتنا. اليوم قد لا يعتقد إنسان أهمية هذه اللغة، لكن حقيقة اليوم كل إنسان يجب أن يعتز بهويته ويحترم هويته أمام الآخرين. ونحن كعرب وكمسلمين تشكل لدينا اللغة أساس كبير من هذه الهوية. لذلك لا بد من العناية بها. ندعو دولتنا الكريمة، بما أن هنالك لجنة العليا للحفاظ على سلامة اللغة، أن يتفعل دور هذه اللجنة ويكون لها قرارات إجرائية تتطبق على أرض الواقع. ندعو أساتيذنا الأجلاء في المجمع العلمي العراقي أن يكون لهم دور كبير في خدمة اللغة العربية وانتشارها ومحاولة إجراء خطط وبرامج لتمرير العربية وترويجها في مجتمعنا. ندعو الأعزاء المشرفين على مناهج تعليم اللغة العربية في وزارتي التعليم ووزارة التربية إعادة النظر لتحويل هذه المناهج والبرامج إلى برامج وظيفية تمكن من يتعلم العربية أن يتحدث منها ويمارسها في الشارع. وفي الوقت ذاته أبارك لكل المحبين للغة العربية ولشعبنا العراقي العزيز هذه النتيجة المبهرة الكريمة التي تستأهل أن نفرح بها وتستأهل أن نعيد النظر من أجلها لنتطور أكثر ونخدم لغتنا، لأنها لغتنا العزيزة ولغة القرآن ولغة أهل الجنة كما ورد في أدبياتنا الإسلامية. نعم أكيد. شكرا لك دكتور، سؤالي كان حول التوصيات وحضرتك أنطيتنا كل ما يمكن تقديمه لكل من يتابعنا. شكرا جزيلا، نورتنا.